شهدت المؤسسة يعني استقبال في إطار تعاون فريق طبي متخصص في جراحة النساء والتوليد من طرف الواشي أورون، المؤسسة الاستشفائية الجامعية، حيث سيكون هناك سيتم برمجة العديد من العمليات الجراحية ما بين تاريخ 7 جويلية و 10 جويلية، وعدد العمليات المبرمجة إن شاء الله راح يكون حوالي 70 عملية جراحية في هذا التخصص. قمنا نحن الفريق الطبي المتخصص في أمراض النساء والتوليد بوهران تحت إشراف البروفيسور بوشريط بمعاينة العديد من المرضى والقيام بفحوصات طبية متخصصة وإجراء العديد من العمليات الجراحية. عندي واحد العام وانا نعاني، يعني الحمد لله جيت لهون والله قايل الحمد لله يا رب، صرتها البارح نتاع البلوك داروا لي هكذا. طحت في ذا السبيطار كثر خيرهم من عساس لي يخدم لتحت للكبير نتاعهم هزيني فوق كفوفهم.